أسعد الله مساكم بكل خير، أرحب فيكم في هذه الجلسة. ننتظر بس انضمام السيد المدير العام السيد مناف المنيفي لهذه الجلسة الحوارية. إن شاء الله بعد قليل سنبدأ في انتظار دخول السيد مناف المنيفي المدير العام للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإحنا إن شاء الله راح نبدأ على الساعة 11. مساك الله بالخير ابو مرحبا فيصل. بالخير، يا هلا يا هلا، مرحبا، هلا اخوي يا طارق، هلا بيك، مساك كيف الله حالك؟ طيب بالخير، ان شاء الله. الله يحييك يا هلا ويحييك، بيك، الله الله يسعدك، يسلمك، طول عمرك. مشكور يا غالي. الله يطول عمرك. صارت 11، احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب فيكم الاخوه المشاهدين في هذه الجلسه الحواريه الخامسه الذي نستضيف فيها مدير عام الصندوق الوطني للمشروعات الصغيره والمتوسطه السيد مناف المنيفي. والسيد مناف المنيفي قد شغل عدة مناصب قبل توليه منصب المدير العام للمشروعات الصغيرة، كان مدير تنفيذي في البنك الوطني وكذلك بيت التمويل، ومدير العلاقات العامة في بنك بوبيان، ومدير شركة انفست جروب، وكذلك حاليا مدير عام الصندوق. ابو فيصل، احنا سعيدين ان تكون معنا في هذه الجلسة الحوارية. الله يسلمك ويحييك، يا هلا فيك. الله يحفظك أبو فيصل. لا شك أن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة له دور بارز وداعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون هي إحدى النوافذ المهمة في بلدنا كونها تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير وبشكل بارز وواضح، وكذلك حظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ويعني الحكومة بتخصيص يمكن قد يكون أكبر ميزانية يعني في الشرق الأوسط، وصلت تقريبا إلى 2 مليار دينار، وكذلك الدور البارز من خلال يعني دعم المؤسسات المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أبو فيصل، يعني حوارنا أمانة يعني ينتظره الكثير من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. سؤالا قد يكون بارز ورئيسي كونك يعني رئيس تنفيذي او مدير عام للصندوق الوطني، كيف ترى ابو فيصل المشاريع الصغيره والمتوسطه في ظل هذه الظروف الاستثنائيه اللي احنا نمر فيها خلال هذه الجائحه، جائحه كورونا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أول شيء أقدم الشكر لإدارة التدريب وكذلك العلاقات العامة في ترتيب هذا اللقاء اللي أنا أشكرهم أمانة. الهدف منه إيصال منصة تواصل بيننا وبين المواطنين ورواد الأعمال، صحيح. وهذا الهدف الأساسي من هذا اللقاء. ومن بعده طبعا أبي أنوه على أن اليوم إحنا في ال10 أيام الأخيرة من رمضان، أيام مباركة. لا شك أن الدعاء لإخواننا خصوصا في الصحة والسلامة على هذه الأزمة اللي قاعد تمر الكويت، وندعو كذلك للصفوف الأمامية من وزارة الصحة والداخلية أن الله يفك عنا هذه الأزمة. وحتى ترى رواد الأعمال أزمتهم كبيرة، وهذه يعني بداية انطلاقة حواري عن الأزمة. طبعا صحيح تشخيص صحيح تشخيص الأزمة لا يقتصر على والله الصندوق الوطني ولا الكويت، احنا صحيح قاعد نتكلم عن أزمة عالمية، وهذه الأزمة العالمية يعني آخر تقرير قريته من موديز أن
أكثر المتضررين في هذه الأزمة هم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. طبعا بداية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في طبيعتها أو في كتب الاقتصاد اللي كنا نقراها في السابق عن هذه الشريحة، كانت هذه الشريحة تعتبر متينة قوية تواكب الأزمات، ومنها أزمة صحيح 2008. لكن هذه صحيح الأزمة فريدة من نوعها، وفي مرة قريت مقالة تقول إن إحنا ليس في ريسيشن أو ركود اقتصادي، ولكن إحنا في العصر الثلجي اللي هو الفروزن إيج. والسبب في ذلك إن ما مر على إنسان ولا خبير ولا اقتصادي ولا دكتور ولا استشاري ولا أحد من رواد الأعمال مشكلة تواكب هذه المشكلة. المشكلة الأساسية يعني تتفرع بعدة تفرعات، وودي أتطرق لها وإحنا نسولف عن شنو المشاكل اللي أكيد قاعدة تواجه هذه المشروعات الصغيرة. صحيح ولكن نظرتنا في الأزمة إنها أزمة كبيرة ولا يستخف فيها، والمفروض الكل يتكاتف على أساس أن نحاول أن نطبق حلول إيجابية لإنقاذ كثر ما نقدر ننقذ من مشروعات صغيرة، لأن دورها أو مصيرها هذه المشروعات الصغيرة، وأكرر هالكلمة، مصير المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مصير البلد، وليس فقط مصير مشروع ولا شخص ولا رائد أعمال. إحنا اليوم بالكويت أهم عناصر الاقتصاد اللي لازم تتكون هي تنويع مصادر الدخل. وإذا دخل كنا نعم نتكلم عن تنويع مصادر الدخل، اليوم الأزمة هذه كشفت مشاكل أساسية في سعر البترول كذلك، وإن نزوله نعم إذا كنا متوقعين أن البترول راح يحمينا خلال السنوات القادمة، قلنا 5 سنوات 10 سنوات، هذه الأزمة سببت تصاعد رقمي على هذه المدة، واقتصرت المدة إلى مدة أقل. فاليوم الحاجة ماسة جدا لإنقاذ هذه الشريحة وتشجيع تنويع مصادر الدخل داخل الكويت. جميل أبو فيصل، يعني من خلال تلك المقدمة الرائعة اللي شخص فيها الوضع بأنه هو ليس وضع محلي وليس وضع في الكويت فقط، إنما هي أزمة عالمية تضررت كثير من الدول وكثير من اقتصاديات العالم بسبب هذه الجائحة، لأنها هي تتعلق بالجانب الصحي في الدرجة الأولى، وبالجانب يعني انتقال العدوى من شخص إلى شخص آخر، فأثر تأثير يعني لم يكن في الحسبان حقيقة، عكس الأزمة الاقتصادية العالمية اللي قد تأثرت فيها لأسباب أخرى، ولكن الوضع نفس ما تفضلت يعني أصعب بكثير عما كان في السابق. أبو فيصل، شلون تشوف يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة اليوم؟ في وايد تحديات، وايد تخوفات، كثير من المبادرين متخوفين إنه ممكن إحنا نخسر، ممكن إحنا الآن ترجع علينا بعض يعني المسؤوليات القانونية كون إحنا يعني ماخذين قروض أو عندنا التزامات أو غيرها. كيف ترى تلك التحديات؟ شنو أبرزها يا أبو فيصل؟ طبعا احنا بحكم طبيعه عملنا وتواصلنا مع مبادرين الصندوق والشريحه بشكل عام اللي هي شريحه المشروعات الصغيره، لقينا ان التحديات الاساسيه تبدا في الميزانيه نفسها من الدخل. نبتدي من الريفينيوز او المبيعات والدخل. حلو جميل الكاش انفلوز تاثرت تاثر كبير على المشروعات. ليش؟ لان الكثير من المشروعات بنت البزنس موديل مالها في بداية مشوارها على أساس أنها تكون متجر أو محل في مجمع، أو أن المستهلك هو اللي راح يأتي بنفسه ليستخدم السلعة أو يشتريها أو يستخدم الخدمة ليؤمن مصادر الدخل مالته كتدفقات نقدية. اليوم هذه الجزئية تأثرت تأثير كبير في الحظر والجانب الصحي من دور الأزمة، أزمة كورونا اللي خلت نعم المستهلك يغير سلوكه الطبيعي، وهذه أثرت بشكل أساسي على مصادر الدخل أو الريفينيوز والمصادر الأولى في ميزان الدخل. هذه الجزئية جميل الحين في شركات أيضا كذلك بنت البزنس موديل تأثرت مالها على أساس إنها راح تكون أونلاين، فهي شركات التوصيل أو الخدمات الإلكترونية اللي كانت معتمدة بالبزنس موديل على توصيل السلعة أو الخدمة.
كذلك هذه البزنسز تأثرت من ناحية الإيرادات، إن في حظر وفي صعوبة في الوصول إلى المستهلك أو مستخدم الخدمة. فنعرف إن أكثر من 80% من المشروعات هذه تأثر نوعا ما مصادر الدخل عندها، ولكن إذا جينا ننزل على الميزان، ميزان الدخل تكملته كإنكم ستيتمنت، تلقى إن المصاريف ما زالت موجودة، مصاريف الثابتة. إذا كنا قاعد نتكلم عن الأجور أو الأجار أو إن نتكلم عن السبلايرز، وهذه هم كذلك مشكلة ثانية تواجه، تحدي كبير حق المشروعات الصغيرة. دخلنا في نقاش قانوني عن موضوع الأجر عن المؤجر أو العين، هل ندفع للأجار ولا ما ندفع للأجار؟ فهذه الأزمة كشفت كثير من الحاجة في تدخل التشريعات القانونية اللي ممكن تسهل البوصلة لقدام الناس عشان تتضح لهم الرؤية وين رايحين. التحدي الثاني هي أيضا من غير الأجارات والجانب الأجار هو الموظفين. قانون العمل يحتاج إلى إضافات كثيرة، تعديل. منها نعم. تخفيض نعم. الرواتب، شو اسمه، إنهاء الخدمة في الظروف الحالية، الالتزامات اللي تقع على العامل والصاحب العمل. هذه كلها تحديات تواجه رواد الأعمال. في جانب من التحديات اللي أنا ودي أقول إنه على الأقل شوية كان في نوع من الريليف حق المشروعات الصغيرة، اللي هي الأقساط البنكية أو التمويلية، كانت فيها مرونة بالتخفيض يعني. نعم. بالتأجيل. أتت تأجيل أقساط، منها تأجيل أقساط الصندوق 6 شهور، وكذلك البنوك أجلت الأقساط اللي كان عندها التزامات 6 شهور. ولكن هذه لا تعني ان هذه هي صمام الامان لرائد الاعمال اللي يطالع يومه بيومه، ما يدري باكر هو راح يقعد رائد اعمال ولا بدون عمل ولا ينتهي. فهذه اكبر التحديات اللي احنا التمسناها من رواد الاعمال. جميل. طيب وفيصل، يعني التحديات امانه دائما تعكس باجراءات. نعم. وبخطوات عملية. سؤالنا أبو فيصل، شنو الدور اللي قام فيه الصندوق الوطني خلال هذه الأزمة؟ يعني بشكل مختصر، يعني أدواركم كبيرة جدا، يعني من بداية خلنا نقول من نهاية فبراير إلى اليوم، ولكن يعني بشكل كبير شنو الدور البارز اللي الصندوق يعني أمانة بادر فيه وقام فيه خلال هذه الأزمة؟ طبعا مهما سوينا ما نعتقد أنه كافي. مهما سوينا هذه الشريحة مو بس قريبة على قلوبنا، ولكن نعلم أن مستقبل الكويت مرتبط فيها ارتباط كبير، ولذلك مهما سوينا نحس أن عملنا مو كافي. لكن في فبراير بداية ملامح الأزمة أنشأنا منصة إلكترونية أو منصات إلكترونية، دزيناها بوست، اللي يحب يراجع البوستات مالت الناشنال فند، إيميلات حق كل جهاز، جزء من القطاع اللي ممكن المبادر يحتاج أنه يتواصل معاهم، وسلمنا هذه الإيميلات للتواصل المباشر مع الصندوق. بعدها بمارس طبعا أجلنا أقساط المبادرين 6 شهور، وكذلك في مارس تم التواصل مع كل مبادرين الصندوق سواء كانوا الممولين. جميل. أو المسجلين في السجل الوطني. جميل. يعني أكو 1500 مكالمة كان الهدف الله. منها. جميل. وحتى يعني مو يعني كنا، لأنه كان فريق طوارئ اللي يعمل، كان يعتبر فريق الطوارئ ما له هيكل أو هرم وظيفي، كنا كلنا ماسكين التليفونات وقاعد نتصل على المبادرين. فالهدف من الاتصال كان تشخيص المشكلة الأساسية والاطمئنان على المبادرين، لأن كنا في ذاك الوقت قاعدين نكتب مقترح نقدمه إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء باسمهم أو نيابة عنهم. وتم الاجتماع كذلك مع الجهات في القطاع الخاص بالمشروعات الصغيرة اللي غير مسجلة ولا ممولة من الصندوق، وخذينا بعض الأفكار منهم وسلمنا ورقة إلى اللجنة الاقتصادية في ذاك الوقت ما شاء الله. اللي تنقل فيها هموم رواد الأعمال. رواد الأعمال. وكانت المقترحات اللي قدمناها ترى لا تمس بأي شكل من الأشكال إلى قروض.
بس عشان هذه نقطة لازم تكون واضحة، خدمات يعني خلنا نقول تسهيلات غير تمويلية أساس هذه تكون اللي واضحة. كانت نعم توجهاتنا. زين، جميل جميل. كذلك لأن بالاتصال مع المبادرين اكتشفنا أن المبادرين يحتاجون اليوم مش منصات تسويقية للوصول إلى صحيح. المستهلك، فقلنا نعم نسوي منصة تسويقية ودليل إلكتروني نشمل فيه كل جميل. مبادرين الصندوق، ودعينا الكل أنه يشارك فيه. أعتقد اللي شاركوا يمكن 140-150 واحد حطوا تقريبا إعلاناتهم نعم عندنا بالصندوق. هذا الهدف منها أن اليوم كان نبي نخلق التكاتف الاجتماعي. اليوم جميل المواطن، الجهات الحكوميه كلها تبي تكاتف وتخدم البلد. انا قاعد اقول اليوم دشوا موقع الصندوق الوطني، شوفوا دليل التسويق، شوفوا دليل المبادرين، اذا في اي خدمه او منتج تحتاجونه جربوا منتجاتهم وخدماتهم، وان شاء الله ما تلقون الا طيبه الخاطر. بس ليش؟ لان اليوم مفهوم لازم نامن لهم مصادر دخل جديده، لازم يصير عندهم صحيح. انكم. فهذا جزء من الدليل اللي تم انشائه. خاطبنا وزاره الشؤون كذلك، قلنا لهم يا جماعه الخير اليوم ما يستحمل المورد للجمعيات ينطر المده اللي العاده ينطرها. القانون قال 30 يوم وتسدد له، سددوا له. لقينا بعض التجاوب، وبعدها قلنا على اساس ان نروح الى تفصيل اكثر نزلنا بوست ثاني قلنا يبعطونا كشوفكم خلينا نروح احنا نطالب لكم فيها. زين كفو ممتاز. كذلك اللي سويناه، سوينا بالمراحل الأخيرة وجهنا كتاب إلى مجلس الوزراء وحطينا كشف بكل مبادرين الصندوق الوطني على أساس نقول جميل لهم إذا عندكم أي مشتريات في الجهات الحكومية استخدموا هالناس، حلو. لأن هذيل ممولين ويحتاجون اليوم دعم. بالإضافة إلى آخر الأشياء اللي تمت هي الدراسة الاستقصائية اللي سويناها عقب نعم المرحلة هذه. وهذه الدراسة الحين أوكي، إحنا عرفنا أن في مشكلة وعرفنا شنو نوع المشكلة، لكن اليوم ضروري أن نجهز حق تشخيص هاي. نعم أسوأ ما ممكن يحصل. فلازم نعرف شنو وضع المشروعات وشنو اللي ممكن يحصل على أساس نجهز له. فهذا جميل طبعا بالاضافه الى عملكم اخوي، يعني ما قصدت اخوي طارق بالدورات نعم التدريبيه في أكيد الاعلام، هذا كله عناصر مهمه لازم ان أكيد نعلم عليها. فهذه كانت جميل اكثر الاشياء اللي اشتغل عليها الصندوق اللي الفتره يعني الماضيه. اشتغلته. نعم نعم ممتاز. هو صعب جدا يعني نوجز جهد يعني 3 شهور إلى 4 شهور يعني دقائق بسيطة، ولكن يعني منصات التواصل الاجتماعي وموقع الصندوق يعني زاخر بكثير من تلك الإعلانات والإجراءات اللي قام فيها الصندوق خلال الفترة الماضية. أبو فيصل، وضع مبادريننا والمولين بشكل الصندوق بشكل عام، شو أخبارهم؟ شلون أمورهم؟ والله مثل ما قلت لك، يعني الموضوع يعني ثقيل على قلبنا، ندري ان قاعدين يواجهون مشاكل كثيره، بس صعوبات وايد مهم ان نستخدم بعد كذلك هذا الوقت عشان نشرح حق بعض المبادرين اللي يبون يعرفون وضعهم اذا كانوا ممولين وماخذين دفعات ولا ما وقعوا عقد وغيره وغيره. ايوه نعم ممتاز. الجزئية الأولى نتكلم عن اللي والله وقع عقد مع الصندوق. لما توقع عقد الالتزام وقع على الصندوق في تمويل مشروعك، إذا تبقى الحين تمشي في شروط وأحكام جدول الصرف. احنا ندري أن في قصور في جوانب الصرف، ولكن كل العوامل اللي تكلمنا عنها لها دور في تأخير في هذا الجانب. لكن اليوم اللي يستكمل أوراقه بالكامل نجهز له الملف، وعن طريق الشركة المستخدمة في تجهيز البيانات واستيفاء الشروط اللي هي KPMG ما زالت التواصل معاهم موجود. فاللي يستقبل اللي يستكمل إجراءاته، طبعا انا ادري ان في اجراءات ما يمكن استكمالها لتوقف الجهات الحكوميه، مؤسسات. لكن احنا نقول اللي يقدر يستكمل اوراقه، لان العقد او شريعه المتعاقدين هو اللي يحدد على اي اساس نصرف. ولا تنسون ان هذا صرف مال عام، وصرف المال صحيح العام والموظفين، الناس احيانا تنتقد الاجراءات، ولكن تأخرنا. نعم هذه جهات حماية رقابيه، حمايه صحيح. نعم للكل في صرفها، لذلك تاخذ وقت. صحيح لكن هني كذلك تي عندنا معضله وممكن ان نتكلم فيها بعدين، معضله الصرف الحين. اذا قدرنا ان نصرف، انت بديت براس مال الصندوق، راس مال الصندوق اللي هو 2 مليار، هذا راس مال الصندوق ترى هذا راس مال محدد بالقانون وليس جميل لدي الصندوق.
اليوم مو متاح. الصندوق نعم ما عنده فلوس اللي بهالحجم. الصندوق يطلب من هيئة الاستثمار، وهيئة الاستثمار هي اللي نعم تزوده بالمبالغ. واحنا اليوم جميل. عندنا قصور في السيولة كذلك لصرف الدفعات. فمو كل العوامل الموجودة بالشكل الصحيح اللي تقول والله تقدر تسوي efficient cycle of disbursements حق المبادرين. هذا من جانب اللي موقع عقد وقاعد ياخذ دفعاته، اللي ياته موافقه وما وقع عقد، هذا شنو وضعه؟ الحين انا على اساس اوقع العقد لازم يكون العقد موثق بالعدل، وهذا احد الاجراءات اللي مفروضه على الصندوق حسب القانون، انه يكون العقد موثق بالعدل. اذا صحيح الجهه وزاره صحيح. العدل موقفه، لذلك تصعب علينا اليوم اجراءات الطبيعيه في توثيق العقود. وهذه الالتزامات اللي عنده موافقة ما زالت موجودة، ولكن تفعيلها صعب. لذلك احنا اليوم قاعدين نشوف محفظتنا بجزئيتين، جزئية الموافقات العامة اللي هي وصلت إلى 1380 تقريبا موافقة، لكن اللي فعلا ممول من الصندوق ووقع عقد هم 870 تقريبا مبادر. 870. نعم جميل. طيب أبو فيصل، يعني قد أمانة يعني يدخلنا إلى سؤال آخر، ليش وقفت الطلبات؟ يعني واحد مثلا من المبادرين يقول أنا الآن فرصتي في ظل هذه الأزمة، وودي الآن يوافقون الجماعة على مشروعي لأني لاقي لي صيدة ولاقي لي شيء ممتاز، ودي أدش السوق. فالصندوق أصدر قرار وأوقف استقبال الطلبات الجديدة، إلى متى؟ يعني لماذا أوقفتم؟ وإن شاء الله متى راح يكون الانفراجة؟ طبعا من باب الحوكمة اليوم العوامل غير واضحة المعالم. اليوم أنا أول شيء قبل أبتدي بأي قرار أو أي رأي أحط نفسي مكان المبادر. المبادر دائما جميل. بطبيعته متحمس لمشروع أو فكرة ويرى الجانب الإيجابي منها. لكن أنت اليوم مو قاعد تأخذ تمويل من بنك تجاري، أنت قاعد تأخذ تمويل من مال عام. أنت يعني المال العام التزام عليك ثقيل ولا يسقط. فأنت اليوم واحد من الجوانب الأساسية اللي خلتنا نتجه إلى إيقاف استقبال الطلبات هي إنه، لأن مثل ما قلنا اليوم أنت إذا بنيت شيء ترى الأسبوع الجاي ممكن تتغير كل الأمور، ما ندري شنو كل بيصير خلال المحاولات. أسبوع، يمكن تطلع دراسة تقول لك إن كل الكمامات هذه ما تنفع. أنت دشيت لي حلو. بمشروع على أساس إن الكمامات، إنزين أنا اليوم إذا مولتك بمشروع مثل هذا وطلع فيه أي نوع من الخلل، أنت اللي راح تكون متوهق في التزام مالي تجاه الدولة. هذا جانب. صحيح. الجانب حلو. الثاني، إجرائيا اليوم الصندوق الوطني كل الموافقات اللي تأتي أو توصيات تي حق الصندوق للموافقات كلها تمر على جهات أخرى مثل البنوك. إحنا قاعدين نستمد برأي البنوك في تقييم المشاريع، صحيح وهذه البنوك صحيح اليوم غير ما تشتغل، عطلة. صحيح. نعم عفوا. نعم فكذلك التواصل، البنية التحتية للصندوق الوطني لما أسس ولما عمل ولما نفذ بني على أساس أن في تواصل مباشر. اليوم المعطيات اختلفت، الأجواء اختلفت، لابد من أن نوقف وقفة ونتمهل ونقول لحظة شنو بنسوي الحين. وهذا الهدف منها، متى نبلش؟ بإذن الله بأسرع وقت ممكن، بس لازم تكون في معاها اتضاح للرؤية. احنا اليوم مبادرين نعم الحاليين واللي قلت لك ما وقعوا عقد، ما احنا قادرين ننفذ لهم عقودهم، فما بالك فما الجديد. بالك نعم شيء فما جديد. بالك. فلذلك نعم هذه صحيح. العوامل الأساسية اللي خلتنا نتجه إلى إيقاف استقبال الطلبات مؤقتا في المرحلة هذه. مؤقتا. اها، الى حين ما تقيم الاوضاع وترجع الى طبيعتها بشكل صحيح، مناسب سيعلن الصندوق عن أكيد يعني استقبال الطلبات الجديده. أكيد ابو فيصل، دائما يعني انتم قمتم في دور مميز امانه مع اللجنه الاقتصاديه في مجلس الوزراء وكثير من اللجان، عبر يعني استماعكم لآراء المبادرين وأصحاب المشاريع. ولكن هناك تم طرح استبيان وجه يعني إلى كثير من المبادرين وأصحاب المشاريع. ما هي نتائج أو ماذا استنتجتم من يعني هذا الاستبيان اللي يقيس المخاطر ويقيس التحديات ويقيس كل الأمور؟ ممكن تسلطنا الضوء عن أبرز الإحصائيات اللي تمت في هذا الأمر؟ أول شيء أبي أتطرق إلى الاستبيان اللي سواه الصندوق. ومثل ما كنا متوقعين للأسف العوامل أو الأرقام اللي قاعد نشوفها تخوف. والأمانة هذه رسالة لكل مستمع، ترى إحنا نشعر في الوضع
يعني اللي انتم قاعد تمرون فيه، وندري لان الاستبيان قال ان تقريبا 53% غير قادر على الاستمرار لمده 6 شهور. يعني انت قاعد الله تتكلم عن نص محفظه المشاريع الصغيره اللي موجوده الحين مع الصندوق، انا الحين قاعد اتكلم عن استبياننا. ها طبعا تقدر انت تعكسها على السوق كامله، ولكن ان بشكل عام بشكل عام شريحتنا على 53% الشريحة قاعدين يجدون صعوبه بالاستمرار على فتره 6 شهور القادمه. الله احنا اليوم حصرنا تقريبا معدل الموظفين الكويتيين في المحفظه مالتنا فقط، ارجع واقول اتكلم عن محفظتنا اول شيء، صندوق نعم تقريبا في 2000 موظف كويتي داخل محفظتنا من 78 مشروع، الله مو من ال 1400 كامله. ها فمن 870 مشروع قاعد نتكلم عن تقريبا ما يقارب 1000 2000 موظف كويتي. الاستفتاء بين لنا ان تقريبا 30% منهم ممكن يستغنون عن خدمات موظفين كويتيين. الله فيعني الازمه ازمه كبيره، التدخل لازم يكون سريع، ايجاد الحلول لازم يكون اسرع من الحلقه اللي قاعدين نمر فيها، لان ضخ الاموال هي الاداه الوحيده اللي ممكن تنقذ هذه المشاريع في المرحله هذه. الحين بيعكس، انا الامانه قريت عده دراسات، ولكن واحده من اللي يعني لقيت فيها معلومات ثمينه اللي هي دراسه بن سري اللي انتشرت الحين، ما ادري اذا وصلت، بس هي دراسه من بن سري، وهذه الدراسه بينت ان قطاع التجزئه هو اكبر قطاع واجه مشاكل بالمشروعات الصغيره. ولا تنسون ان شريحه قطاع التجزئه في الكويت شريحه كبيره جدا، لان لان المكونات الاقتصاديه بالكويت هي مكونات مستهلك اكثر من ما هي مكونات مؤمن غذائيا ولا مؤمن صناعيا من هالطبيعه. فقطاع التجزئه مثل ما قلنا هي كانت اكبر الفئات اللي تاثرت، كذلك 80% من الشركات غير قادره على تغطيه التكاليف مالتها لمده 6 شهور. أرقام. فلاحظ الارقام شويه يعني ثقيله، تخرع والله، ارقام تخرع بالضبط. صراحه نعم. وحان الاوان اليوم ان نجد الحلول في ضخ الاموال في اي اداه من الادوات اللي ممكن تعيد احياء هذه الشريحه المهمه جدا. نعم جميل والله، فعلا يعني احصائيات ابو فيصل، يعني اليوم انا اتكلم عن 2000 موظف يعني 2000 اسره، واتكلم عن 870 مشروع، نتكلم عن 800 مشروع تجاري برخصه بمكون بتمويل بادوات، نسبه استمرار 53%، يعني امانه مؤشرات كلها تدعو للتدخل السريع والفوري والعاجل. وهذا ابو فيصل يقودنا لسؤال، شنو يعني الازمه هذه، شنو التحديات اللي واجهتكم يعني في قياده الصندوق؟ يعني ندري ان احنا اليوم التكامل بين مؤسسات الدوله مهم، ولكن اوقات الواحد ممكن يشتغل بروحه، يعني عنده تحدي انه ما هو قادر يعدل، يعني مثال اليوم قد يكون هناك تحدي تشريعي، قد يكون هناك تحدي مالي، قد يكون هناك تحدي في بيئه البلد انه في حظر كامل والامور مسكره وغيرها، حقيقة من الـ يعني الأمور اللي أنت ممكن تواجهونها كصندوق وطني. طبعا يعني العنوان كان تحديات والإنجازات، ومثل ما هو صحيح. كان في تحديات وما زالت في تحديات عند المشروعات الصغيرة بشكل عام كشريحة، كذلك الصندوق صحيح. الوطني عنده تحديات خاصة فيه، لأن أكيد. طبيعة العمل في الصندوق الوطني كقطاع حكومي يتطلب الحركة السريعة اللي تواكب القطاع الخاص، وهذه الفورميلا جدا جدا ثقيلة وصعبة بالتوازن، لأن اليوم الصندوق الوطني أنا عندي ما يقارب 11 جهة رقابية فوق بس الصندوق الوطني تراقب على كل جانب يتم عليه تحرك، سواء كان صرف ولا دخل ولا غيره من إجراءات. طبعا الدورة المستندية في الجهاز الحكومي للتواصل وغيره، هذا بوقت إيقاف يعني فريق الطوارئ والشباب اللي قاعدين يشتغلون اغلبهم الحين اللي قاعد يشتغلون معانا يدرون انه ما في مردود مالي، وقاعدين بس انه يساعدون من حس وطني ترى، ما لا اكثر ولا اقل. واحنا ما نقدر نقول انه والله كل الجهات تشتغل بنفس السرعه ومواكبه الاحتياج السريع اللي مطلوب من الاولويات، يعني هو اداره اولويات في النهايه، يعني بالضبط ما هو بالضبط الاولى بالضبط والهام والعاجل بالضبط. وغير عاجل. لذلك احنا نقول ان اليوم
الشغله الثانيه هي الاطار العام بالقانون اللي انا اليوم ما اقدر اتجاوز جوانب منه، بس ما كان عامل حساب ازمات مثل هذه. اذا اليوم اذا قلنا مثلا قانون الصندوق يسمح ب3 سنوات فتره سماح و12 سنه فتره سداد، اذا كانت هذه ال15 سنه ما تخدمني لاني اعيد جدوله مديونيه معينه، شنو مصير المشروع؟ هذا سؤال يعني وايد وايد مهم، ولذلك احنا يعني لازم ندرس ولازم نوقف وقفه اليوم نعكس الوضع القائم على التشريعات اللي موجوده، لان في احتماليه احتياج فترات اطول من ذلك لانقاذ مشاريع. احنا اليوم هدفنا تنموي، المفروض الشريحه المشروعات الصغيره تنمو، ما توقف عند مكان معين وتسكت ولا تنهار واحنا ما يكون لنا دور في الوقوف معاها، وخصوصا في الالتزامات الماليه. احنا اخر شيء نبي نوصل له ان نكون في سبب، لان هذا سبب احنا نتحمله، انا شخصيا اتحمل أكيد. سبب اي واحد ممكن يتحول الى والله جهاز محاسبي ولا غيره من هالقبيل، فاحنا نبي نكون داعم لهم. فهذا الجانب المعين. الجانب الثاني تكلفة المشروع، اليوم يمكن في احتياج ضخ أموال أكثر من 400,000 دينار اللي ضخها الصندوق على أساس أنه يحيي مشروع. هذه كذلك إحدى التحديات اللي نواجهها كصندوق وطني. في كثير من الأمور اللي تحتاج نظرة أو إعادة وقفة عندها تدرس على أساس أنه تقدم في طريق الإصلاح لمصلحة المشروعات الصغيرة. نعم أبو فيصل، أمانة اليوم كيف نسلط الضوء على دور الصندوق في القروض الميسرة؟ سمعنا أن هناك قروض ميسرة أعلنت عنها مؤخرا، ممكن تسلط لنا الضوء عنها؟ كيف يستفيد منها المبادر من يريد طبعا، وليس هو شرط يعني إلزامي أمانة للشخص الذي لا يريد بشكل عام. اوكي، خلنا نوقف عند دورنا في اللجنة الاقتصادية قبل إنشاء اللجنة العليا التحفيزية للتحفيز الاقتصادي. احنا انتهى دورنا في ذيك المرحلة في اللجنة الاقتصادية الأولى لما قدمنا مقترحاتنا. بعدها صدر القرار في إنشاء إجراءات القروض الميسرة، وهذه القروض الميسرة اليوم هي الأداة الوحيدة اللي ممكن تضخ أموال في جيب مشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. احنا كجهاز تنفيذي أمرنا في تسهيل جميع الإجراءات لإنجاح هذا المشروع. ليش؟ كمرحلة أولى أنا اليوم لازم أسوي دوري لإعطاء السبل للجهات الأخرى في التنفيذ. أنا ما يصير أوقف يوقف الموضوع عندي وأصير أنا معضلة في تحقيق الهدف اللي إحنا قاعدين نحن عليه. فلذلك إحنا على طول بلشنا خلال فترة وجهود صراحة من المجموعة اللي اشتغلت جهود جبارة، خلصوا برنامج كامل متكامل مع مذكرة تفاهم رفعت إلى البنوك للدراسة من قبل البنوك لإعطائنا الرأي فيها. لكن احنا نوقف عند نقطة معينة اللي هي نقطة الجهات الرقابية. اليوم أنا قبل أنفذ أي برنامج من هذا الطبيعة يجب أخذ موافقات رقابية حتى يتم عرض الموضوع بالكامل على مجلس الإدارة، لأن المختص في إعطاء الرأي في هذا الموضوع هو مجلس الإدارة. فإحنا من صوبنا من الجانب التنفيذي أتممنا كل الأمور وجاهزين باكر نطق لونش، ما عندنا إشكالية تنفيذية. ممتاز. ولكن نوقف على جانب معين، إحنا لازم ناخذ الرد من الجهات الرقابية على أساس أنها تعتمد لنا البرنامج وتبين لنا إذا كان الطريق اللي قاعدين نتكلم فيه صحيح، وبعد ذلك يرفع إلى مجلس الإدارة ليبت في رأيه في هذا الموضوع. لا تنسى أن هذا البرنامج برنامج يعتبر تمويلي واعتماده بالآخر كاستراتيجية يرجع إلى مجلس الإدارة وهناك راح يتم النقاش. بس قبل أرفع لهم الشكل الكامل لازم نعرف أيضا كذلك الرأي الرقابي، لأن ما ينفع يقولون إحنا موافقين على البرنامج وبعدين نرد يقول لا والله ما يصير. فهي جانب تجميع معلوماتي ترفع بالكامل إلى مجلس الإدارة لإبداء الرأي. جميل. والتمويل الآن اللي متاح في السوق، هل بإمكان المبادرين يعني المشاريع الصغيرة يعني اتجاه نحو البنوك المحلية، ولا ينتظرون الصندوق يعلن عن مقترحاته ومرئياته يعني قريبا؟ شوف، أنا دائما أقول كل واحد يحدد حاجته.
ما نقدر نحط خياراتهم. قاعدة نعم عامة ونقول نفذوا من صحيح. هذا الجانب. اليوم اللي يقدر نعم ينتظر ينتظر، اللي ما يقدر ينتظر، لأن أنت تحط توازن الأمور عندك بشركتك أو مشروعك جميل وعلى أساسها تقيس. إذا كانت الحاجة إنه والله أنا ما أقدر أنتظر أي شيء ثاني، خلاص لازم اليوم أحصل القرض، يروح يتوجه بشكل سريع إلى البنك يلحق نفسه. جميل اليوم طبعا روح ريادة الأعمال هي روح مجاهد، حركة وتعب رشيق، لازم يكون، لازم يكون بالضبط، رشيق شوي. اي نعم فراح يتعب، لكن هذه روحه. هذه يعني انا دائما اقول هذا جوهر. انا دائما اشوف رواد الاعمال صراحه هم اشجع مني، يعني هم قدروا يطلعون من العمل التسلسلي صحيح في المؤسسات وغيره وحققوا شيء انا كنت اطمح اني اكون في مكانهم، صحيح لكن هم صحيح عندهم شجاعه اكثر مني، فعسى الله يوفقهم يعني. والله الله يعطيك العافية. بالعكس يا أبو فيصل، أنت مو مقصر معاهم في اللي قدمته أمانة. أبو فيصل يسألوني، أنا أتابع أسئلة الأخوة يعني المشاهدين، يتكلمون عن تصاريح الحظر للمشروعات الصغيرة، أن يعني يمنعونا من يعني إعطائنا بعض التصاريح من الجهات الأمنية والصحية. هل الصندوق له دور أمانة في هذا الأمر؟ احنا يعني الصندوق ياخذ قبعة اي طريق يقدر يساعد فيها، فقاعدين نتعاون. الامانة هي الجهة المعنية في التصاريح هي وزارة الداخلية، الجهة المعنية في الجمعيات هي وزارة الشؤون، لكن اليوم احنا شايلين هم هالناس، فاي دور يعطونا الله نروح يعطيكم ناخذه العافية ونركض فيه. ما فحتى تقصرون منصتنا اللي انشأناها على اساس طلب التصاريح تسويق. نعم في جانب اللي يقول انا ابي تصريح بالداخليه، طلعنا كتب كثيره الى وزاره الداخليه. نعم ما الامانه انا اليوم صحيح اقول لك انا ما ادري اذا لي الحق اني اطالب بهذا الشيء ولا لا، بس انا قاعد اطالب نعم باسم ممول عندي، وقاعد القي الضوء صحيح عليه، اقول ترى هذا ممول من الصندوق وعنده التزامات، اذا تقدرون تعطونا صحيح تصريح عطوه. تسهيل. نعم فمثل ما قلت لك الامور شويه عفويه صحيح ومن روح ان نبي نساعد الناس المسؤولية وننجح بالضبط، الناس. نعم صحيح لكن احنا نعم ما قصرنا في جانب التصريح. ندز الكتب اول باول حق المبادرين، الجمعيات مثل ما قلت لك بادرنا في موضوع المشتريات، دزينا كتاب حق وزارة المالية على موضوع برنامج المشتريات. يعني كثير من الأمور اللي تنقل لنا تليفوناتنا ما تسكر، فأي تليفوني نسجل الملاحظة ما وندز يحتاج ندز التواصل، نحاول يعني أن نكون لنا دور إيجابي في، بس إحنا مو مكتب بالآخر تخليص معاملات، إحنا صندوق وطني عندنا صحيح دور معين، لكن مثل ما صحيح قلت لك إحنا اليوم مساعدة ومساهمة نتكاتف منكم يعني مو كمبادرة. نتكاتف نعم ويا صحيح الناس ونحاول نساعدهم بأي شكل من الأشكال، لأن هذه مسؤوليتنا. نعم أكيد. أبو فيصل، إحدى أسئلة الجمهور تكلم عن موضوع الإفلاس، هل هناك تحركات تشريعية لموضوع معالجة الإفلاس يعني من خلال اللجان الاقتصادية؟ في شيء من هالأمر لا سمح الله يعني؟ إيه نعم في انا قاعد اسمع يعني انه قانون عن موضوع قانون الافلاس، وقاعد اسمع انه سوف يطرح قريبا في مجلس الامه، لكن الامانه مو مرتبط معانا بشكل مباشر، ولا وقاعدين نسمع عنه ونبي صحيح نشوفه باسرع وقت، لان هذا القانون مهم جدا جدا، مثل ما قانون العماله مهم جدا اليوم. صحيح ففي قوانين كثيرة ومثل قانون الصندوق كذلك، كلها قوانين محتاج اليوم أن توقف وقفة تشريعية سريعة لمعالجة صحيح بعض المشاكل. ما يصير نعالج جزء من مشكلة ونوقف بشكل كامل. نعم وننطر صحيح الحل المثالي. الحل المثالي ترى ما راح يجي، الحل المثالي اليوم ما راح نقدر نحط تصور لحل مثالي يخدم، لان الحل المثالي يبي دراسات ويبي، اي نعم لا لا صحيح احنا اليوم لازم نتحرك بحركه سريعه. اليوم المبادرين يبون يشوفون الشهر الجاي، ما يبون اكثر من شهر، فاحنا اليوم نبي السرعه، فاي جانب نقدر نضغط فيه على اساس ان نسرع العجله لهم احنا لنا دور فيها ان شاء الله. تمام. أبو فيصل، إحدى الأسئلة، واحد يعني من الجمهور يتكلم عن التمويل الإضافي، هل هو مفتوح أو مغلق؟ التمويل الطلبات الجديدة الإضافي. التوب أي اب نعم التمويل الإضافي، بس من باب الأسئلة لأن إحنا جاوبناها، بس التمويل نقولها من باب الإضافي اللي السؤال. احنا نسميه التوب اب، نعم انه واحد عنده أي نعم حاليا تمويل ويطلب، خليه يطلب، خليه يقدم اونلاين. يطلب. اي اذا حلو، ممتاز احنا ممتاز احنا مثل ما قلت لك الدراسة تتم،
التنفيذ هذا الحين حلو. انا الحين اليوم يقول لي نفذ، ما اقدر انفذ، بس على الاقل نعم. خلنا نبتدي، لا توقف، اي شيء تبيه الحين قدم من طلباتك. الاخوه قاعدين يشتغلون في بيوتهم، قاعدين يراجعون دراساتهم، قاعدين يشوفون الطلبات اللي قاعد تي، قاعدين يجهزون التفعيل علشان اول ما تبلش الدوره المستنديه الطبيعيه في الحياه العمليه تنطلق. يقدر يبلش باسرع وياخذ دور، فما يمنع شيء انه يقدم. ممتاز ابو فيصل. هم سؤال من الجمهور كتب قبل قليل بالنسبه حق التفرغ، في هناك من اخذ تفرغ تجاري لمده 3 سنوات، يسال عن فتره الوقوف الحاليه هذه، هل في معالجه في بالكم ان تعوض يعني في معالجه اذا يتكرم يدخل على البوست مالنا اللي فيه الايميلات ويدز ايميل حق الجهه المختصه في هذا الموضوع، راح يتواصلون معاه باذن الله. ممتاز ابو فيصل، تكلمت عن نقطه مهمه اللي هو دعم المنتجات، وكان لكم دور امانه في انشاء منصه في الصندوق، نعم وكذلك وجهتوا للجهات الاخرى الجمعيات التعاونيه وغيرها نعم تشجيع بعض المنتجات، ممكن تشرح لنا شرح بسيط ك يعني اجابه على هالسؤال؟ يعني احنا اليوم كل واحد له دور، اليوم دور الصندوق انه يعلن عن هذا الشيء ويحاول يغطيه اعلاميا، دور المواطن او دور المبادر انه يوصل هذه المعلومه حق اللي يصيرون له واقاربه واصدقائه وغيره، ولازم ننشر هذه المعلومه انه في بالمنصه الالكترونيه مالت الموقع الصندوق الوطني الرئيسيه في جانب اللي هو اسمه دليل المشروعات الصغيره. إذا بتشتري شيء روح أول قبل تشتري من المكان اللي أنت متعود عليه أو الخدمة اللي بتاخذها، دش شوف يمكن تلقى لها بديل. هني دورك بالدعم، هني أنت كمواطن أرجع وأقول كتكاتف اليوم مهم أن كل من يحاول يساعد. في ناس قاعد تقول أنا بيتطوع، أنا بيتطوع أو أنا بحط أموال، يكون لي دور. هذيل كاهم موجودين، ساعدهم. موجودين. الجانب الثاني اللي هو احنا دورنا، احنا دزينا مثل ما قلت لك الى مجلس الوزراء كتاب فيه كشف كامل بالمشروعات المموله من الصندوق الوطني، وقاعدين نتابع قانون المناقصات المركزيه كذلك. جميل. على اساس نشوف شلون نقدر نفعل دور المشتريات اللي كان يخص المشروعات الصغيره بالضبط. في الافضليه بالاسعار وغيره وغيره. فمن صوبنا قاعدين نحاول ان نوصل هذه المعلومه، لكن الكل لازم يتكاتف على اساس نوصلها الى ابعد حد نقدر نوصلها. ممتاز ابو فيصل، اليوم هل يعني من ادبيات الصندوق او رؤيته او استراتيجياته التوجيه نحو مشاريع معنيه مستقبلا كاطار عام، يعني مثال في الامن الغذائي، في الصناعات الطبيه، يعني هل يعني مناط بدور الصندوق ان يوجه ولا يترك المساحه لاختيار المبادر ما يريد؟ انا الامانه يعني تم تعييني كمدير عام بالصندوق بيناير، ولما دشيت كمدير عام صندوق الأمانة افتقرت إلى جانب مهم جدا اللي هو الاستراتيجية الأساسية للصندوق، وعملت جاهدا على أساس أنه كان المفروض شهر 3 نبلش في وضع الاستراتيجية العامة للصندوق الوطني على مدة 5 سنوات، لأن كانت تغيير الإدارات التنفيذية على المراحل الفترات السابقة القصيرة أدت إلى ربكة في توجه الصندوق، وما كان في استمرارية للعمل من جانب التنفيذي على نمط استراتيجي معتمد من مجلس الإدارة. فكانت الأساس صحيح. من الموضوع وضع الاستراتيجية. أنا وضع الاستراتيجية راح أدخل فيها بالتفصيل، ومن خطتي أيضا أن اليوم إحنا نبي نسمح للمشروعات الصغيرة بشكل بجميع أشكالها أن يكون لها فرصة، لكن جميل. لازم نعطي بايبلاين مخصص حق مبادرات الصندوق. اليوم الصندوق هو اللي المفروض يكون قائد في احتياجات الاقتصادية للدولة، وهي اللي يقول تماشيا مع رؤية 2035 نرى أن الحاجة في البلد اليوم لهذه النوع من المشاريع، ومو بس كذي، مو نعطيه بس فلوس ونقول اروح دبر عمرك على هالمشروع. صحيح. المفروض يكون في حاضنه كامله متكامله تمسك هذا المشروع لين ينطلق فيه، عشان ما يصير عليه التزام مالي، ما يكون ترك وظيفته. صحيح. وصار عليه صحيح. ضغط انه هو ما ينام بالليل وسبه عليه التزام للدوله وهو مو عارف يدبر اموره.
لازم تكون فيها الهاند هولدنج بارت، اللي هو نمسك يد المبادر ونمشي معاه صحيح. الى قصه النجاح. لان الصندوق للاسف صار صندوق تمويل فلوس، عطونا فلوس، احنا مو هذا الهدف، الهدف تنميه صحيح. ورعايه، الفلوس جزء منها مو هي كل المساله. مو جزء أساسي، يعني جزء تكميلي، احسنت نعم. احسنت. فلذلك للاسف دش علينا كوفيد 19 الله ياخذه ويفكنا منه، ونرد على آمين على آمين إن شاء على الله. قطاعنا الاساسي، انه لازم تكون في مبادرات واضحه متماشيه مع اقتصاديات البلد، والعوامل جميل. الاساسيه اللي تزيد من فرص النجاح لتلك المشروعات تكون موجوده للتكامل، بدل ما تجيني ملف هالكبر كله مصبغه. يعني انا بالله شلون بحيي اقتصاد دوله كامله صحيح. ولا وغير مو تقليلا في نشاط المصبغه، المصبغه يعني لها شغلات دور، هامشية مو ولكن شغلات استراتيجية، انا نعم. ابي اليوم ننهض في هذه الشريحه، مشاريع نبي ننهض استراتيجية. في المشروعات الصغيره، نبي اليوم ما حد يسال سؤال اللي انا سمعته اكثر من مره، واسمح لي على شو اسمه شويه شديت، بس يعني انا سمعت اكثر من مره ناس تقول ان المشروعات الصغيره ما لها اي كونتريبيوشن، ما قاعد تعطي اي نعم قيمه طبعا. مضافه. هذه الكلمه لازم نغيرها بمنهجيتنا بالكامل. الاقتصاد لازم يبنى على تنويع مصادر الدخل في أساسيات المشروعات الصغيرة. باكر منو بيوظف عيالنا؟ أنا أسأل هالسؤال وأقول لك اليوم صحيح. بعوامل أسعار البترول والمتوقع خلال السنوات القادمة، إذا ما كان هناك مشروعات يقدرون يتوظفون عليه فيها، راح نواجه مشكلة أكبر من كوفيد إن شاء الله 2020. ينتهي ان شاء الله. ان شاء الله ابو فيصل، يعني احنا شارفنا على الانتهاء حقيقة، يعني لقاء ممتع معاك جدا. اخر سؤال، نتكلم عن المناقصات المركزية. هناك دور الصندوق تحرك فيه بان يعطي مساحة واولوية في اوامر الشراء للمشروعات الصغيرة المتوسطة. ممكن يعني تشرح لنا بشكل بسيط الدور اللي قام فيه الصندوق، واللي الان هو متاح للمشاريع الصغيرة المتوسطة. إذا تسمح لي أخوي طارق تعيد السؤال، بس لأن أنا قاعد أقرأ سؤال وأبي أرد عليه. اي ما كمل. شاء الله، الاسئله أي كثيره بس امانه. نتكلم عن المناقصات المركزيه. ما هي اولويه المشاريع الصغيره في المناقصات المركزيه، خاصه مثل هذه الازمه او في الوضع الطبيعي السابق اللي كنتوا تشتغلون فيه؟ طبعا اللي يسجل بالسجل الوطني اليوم بالصندوق الوطني يقدر يستفيد من خدمات غير تمويليه. غير تمويلية، ومنها الاستفادة من حصول على شهادة تعرفه بأن مشروع صغير، يقدر أنه من خلالها يقدم على المناقصات المركزية وياخذ ما يقارب 20% فرق بالسعر كجزء تنافسي، فيقدر ال 20%. جميل. 20%. حلو. فطبعا قانون المناقصات المركزي طلع، ولكن احنا قاعدين نحاول نراجع نشوف اللائحه التنفيذيه على اساس انه يتم تفعيلها بالكامل. ممتاز. اذا تسمح لي بس ودي ارد على سؤال كان قاعد اشوفه عن موضوع المطاعم. تفضل. انا ودي استغل هذه الفرصه ان نوضح بعض اي نعم. الحقائق. اليوم انا ويا اوكي اخواني تفضل. قاعدين واخواتي قاعد نتكلم تمام. بكل شفافيه. ترى لا يكون مصدر المعلومه عندكم هو تويتر ولا انستغرام، ارجوكم تحققوا من الجهه الاساسيه قبل انكم تعلنون عن شيء. اليوم الصندوق الوطني من 1400 1380 تحديدا موافقه، عدد المطاعم فيها 180 مطعم. زين، انا ماني قايل اي جهه، في جهات ثانيه داخل عندها دعم للمشروعات الصغيره من تقريبا محفظه 1800 عندهم 480 مطعم. فلا لا نخلط الحابل بالنابل وبس نلقي اللوم على كل الجهات. تعريف المشروعات الصغيره في بالقوه العامله تعريف، في كذلك الصندوق الوطني تعريف، وانا من محفظتي بشكل عام 1380 ما يقارب 11% بس منها مطاعم، واغلبها كانت في فترات بدايه التمويل، مو اليوم مو امس. احنا قاعدين نضغط على اساس ان نوقف
ما وقفنا رسميا لان المطاعم لها اليوم المطعم الكويتي ترى له اسم وسمعه وانتشرت بالخليج، فما نقدر نوقف بوجه الناس اللي عندهم رغبه في هذا النشاط. ولكن ميزه في المطاعم، اذا انت مو شيف لا تجيني، انا من الحين اقول وهذه علنا حق شد حيلك وتعال. اذا انت مو شيف وعندك خبره بالطباخ وضقنا من طبخك وقلنا انه زين لا تجيني. فاحنا المشاريع الصناعيه والحرفيه تقريبا 18% من محفظتنا للي قاعد يسال. نعم. فاذا جينا على الجانب الثاني اكيد ولا ننسى ان في تراكمات عدد سنوات خلال الادارات صحيح. اللي فاتت تاثرت يعني اداء الصندوق. نعم. ابو فيصل كل الشكر لك امانه في ختام حلقتنا الحواريه وتواصلك مع الجمهور وحضورك وتواجدك معنا في هذه المنصة وغيرها من المنصات، ونتمنى أمانة كل التوفيق لإخواننا المبادرين بأن نراهم مشاريع حقيقية على أرض الواقع. وهذا أمانة دور الصندوق الوطني ودوره وكل الجهود المبذولة اللي قاعد يوصلون ليل بالنهار بقيادتك أبو فيصل والزملاء اللي موجودين، كل الشكر لهم ويعطيك العافية أبو فيصل. نلتقيكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بجلستنا 19 مايو عن الحلول العاجلة أثناء وبعد الأزمة للأستاذ جاسر النجدي. مشكور يا أبو فيصل ويعطيك العافية، وسامحتي سامحنا نشفنا ريجك. لا بالعكس، وأتمنى أن نكون نقلنا الإفادة للأخوان والأخوات المشاركين، وكذلك يعني نوقف وقفة نقول باللي نقدر نساعد بلغونا، احنا ترى نؤازركم في هذه المحنة ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. آمين. قاعدين إن نجتهد نحاول أن نوصل إلى بر الأمان معاكم إن شاء الله سوا. مشكور يا أبو فيصل يعطيك العافية، نلتقيك إن شاء الله في منصات أخرى. الله يحفظك. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.